يعني ايه فصول التعليم المجتمعي او مدارس التعليم المجتمعي؟ هي طبعا مدارس معتمده من وزاره التربيه والتعليم، انما هي بتراعي ظروف الاطفال اللي في مناطق نائيه او اللي فات عليهم سنين في التعليم، فتعوض لهم السنين، فتاخد بالها من البيئه اللي هم فيها وظروفهم. الحقيقه ان هي فكره عبقريه لتعويض او اهداء العلم والتعليم للناس اللي ما يقدروش يروحوا مدارس او المدارس مش قريبه منهم. يعني وزاره التربيه والتعليم لما تيجي تعمل كده خرائط المدارس مع هيئه الابنيه التعليميه، بتشوف المناطق اللي فيها كثافه، وبتشوف مين اللي هيسجل نفسه في المدرسه ويمشي السيستم زي ما احنا عارفينه. انما في ناس ما دخلتش اصلا، مؤسسه مصر الخير تدخلهم، تعوضهم السنين وتسرعها، مش مثلا واحد فاتوا ست سنين هيقعد لسه ست سنين، لا، بيضغطوا لهم المناهج. طريقه عظيمه جدا لتعليم الاطفال وتعويضهم عن ظروف هم ما لهمش ذنب فيها. خلينا نشوف الفيديو ده. دخلت فيها اتعلمت التابلت والكمبيوتر وحاجات تانية كتير، وان شاء الله انا نفسي اروح الاعدادي. حبيت العلم خالص لحد ما دخلت سنة ستة وتفوقت الحمد لله وطلعت من الاوائل.